السير نعم في حلتي الجديدة، ثلاثة الأبواب ودوك الأبواب شبيهين تماما الأبواب اللي كانوا بكري هنا في ساحة التحرير، أربعة الأبواب والجيش مقابلين الجيش. حالات الشتا دابا بحال البارح تماما، وفي اي لحظه يمكن تسقط الشتا. حياكم الله وبياكم من هنا من العرائج، احييكم اتمنى ان تكونوا دائما بخير على خير، وان تدوم زيارتكم لنا، شاكرين لكم حسن المتابعه والإصغاء. جولة أخرى من الجولات العديدة والمتكررة، جولة تنطلق من هنا شارع محمد الخامس ومكتملة بشارع مولاي إسماعيل. وشوفوا الجو الغائم ما شاء الله، أكيد 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 إرهاص، إرهاصات سقوط المطر. غيث نافع إن شاء الله بحول الله وقوته، اللهم غيث نفع ولا مطر مضرة، اللهم اسقنا غيثا نافعا يا رب. نحتاجون إلى الماء، إلى قطرات السماء، إلى رفع البلاء، إلى رفع الداء. هذا هو الشرطة الكلاسية. تحييكم، راه توحشتكم، وكنتمنى لقياكم في أقرب الأجال. شوفوا السماء كيفاش مسودة ومغممة غمام الكتيف. أكيد 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 إن شاء الله في الساعات اللاحقة سقوط أمطار الخير اللي إحنا محتاجين فيها، كما كيقولوا جدودنا وقتاش ما جا الخير ينفع. ربي ما كيحشمناش، واخا إحنا ما كنديروش الطايلة راه ربي كيرحم ضعفنا وكيتولى أمرنا، الحمد لله رب العالمين. كل ما جا من عند الله مرحبا. اللي كتسقط الشتا المشكل اللي كدير في الشوارع، اغلب شوارع المدينه. انتم شوفوا طايت الرومي هذه، شوفوا شوفوا هذه غتقضي على هذا الشارع، هذه الا بقات واحد المده غادي تقضي على الشارع وغيبدا يتاكل، يبدا يتاكل يتاكل حتى ما يبقى فيه والو. هذا ما نخشاه، هذا الميلان هذا هو اللي يجعل الماء يتسرب لذاك المكان ويتجمع، لان تما ارض مقاده جروبو وما يسمى اسم الحقيقي وهو الثانويه الاعداديه الامام مالك. وتبارك الله الناس اللي كيتبعونا اغلبيتهم راهم قراو فيها. شكون اللي ما داش شي من الجروبو؟ الا القليل جدا. هذيك الصومعة اللي كتشوفو صومعة مسجد محمد السادس، مسجد ماشي قديم، عنده سنوات معدودة، فيه كتكون الليالي الدينية اللي كيقيمها المجلس العلمي والشؤون الإسلامية. هذا المسجد هذا اللي كيتعتبر مسجد فوق المسجد.
مجزرة، هاي المجزرة هنا. جوية لامارينو قشلة و جبنية بنصارة كما تقولوا، والحال مغمم للغاية. ما شاء الله البحر ديال المدينة العراقية شي جميل، والوديع مناظر جميلة من مدينة العراق الفيحاء. أجمل المناظر من هنا، من ظهر مسجد حمد السادس. أجيو معنا تشوفوا هذا المنظر الجميل، روعة المناظر في البحر، تراكم الأمواج. والجو مغري بالمشاهدة والمتابعة. يا لروعتك، الخير ديال الله سبحانه وتعالى، الخير على ساحة التحرير. ها الخير على ساحة التحرير، مخيورات الحمد لله والشكر لله، الحمد لله على نعمه على فضله ومنه. اللهم لك الحمد، كيف تفاض علينا يا ربي.